صباح الخير يا فندم. والقناه والساده ببارك لكم الاول على يعني هذه التنميه الحقيقيه اللي حدثت على ارض الصعيد، والحقيقه بوجه لكم الشكر لان اللي احنا شفناه امبارح واللي ان شاء الله احنا متوقعين ان احنا نشوفه هذا الاسبوع من مشروعات وافتتاحات هدفها اهالينا في الصعيد، فالحقيقه مجهود كبير يا سياده اللواء. الله يخليك، انا متشكر، ونهني ابنائنا واهالينا في صعيد مصر. طبعا ده تهنئه لكل محافظات الصعيد واهالينا بمحافظات الصعيد. فرصه بقى وحضرتك معانا كده الصبح، يعني انا محتاجه بقى بلغه الارقام اعرف منك المعدلات التنميه اللي حصلت. وامبارح طبعا كان في عرض لدوله رئيس مجلس الوزراء، لكن خلينا نعيد على الناس كمان ما حدث من مشروعات حقيقيه على الارض بالارقام اللي ما بتكذبش لتنميه الصعيد. يعني خلينا نبتدي الاول ونرى المشهد قبل 2014 ومن 2014 لحد. يمكن فخامه الرئيس اعلن ان قبل 2014 الصعيد لم يلقى الاهتمام الكامل من الدوله. ميزانيه الدوله كانت 30 مليار كما اعلن فخامه الرئيس قبل 2014. من 2014 لحد الان الميزانيه وصلت الى تريليون لصالح اهالينا في الدوله كلها ومحافظات الصعيد لقت حظ كبير من هذه الموازنه. اساس التنميه واساس ان احنا ننهض باي مجتمع لازم اعمل له بنيه اساسيه. هذه البنيه الاساسيه واهالينا في الصعيد شعروا بهذا التطور، الطرق، الكباري، المحطات المياه النقيه، محطات الشرب، الكهرباء، المحطات الصرف الصحي، المجتمعات، المدن الجديدة، المجتمعات الجديدة، التجمعات الزراعية والصناعية المنتشرة في 10 محافظات الصعيد. هذا إنجاز لم يسبقه إنجاز لمحافظات الصعيد. تشريف فخامة الرئيس لمحافظة أسيوط بالأمس وافتتاحه مشروعات، دي رسالة لأهالينا في الصعيد. الرسالة مضمونها وقوف الدولة بجانب أبنائنا في الصعيد، تجاوز تحديات وفتح مستقبل مشرق، مستقبل يملأه الخير والرخاء والتنمية المستدامة اللي توفر لأهالينا في صعيد مصر الحياة الكريمة وجودة الحياة. مشاريع كثيرة نفذت خلال السبع سنوات السابقة ومشاريع أكثر خلال الفترة الجاية. رؤية التنمية لصعيد مصر هي رؤية منبثقة من رؤية مصر 2030، التنمية، الرخاء، المواطنة الكريمة لأهالينا في صعيد مصر. التجاوز المشروعات تجاوزت 4000 مشروع لصالح أهالينا، والكثير يأتي في الأيام والسنين القادمة. في خلال سنتين ثلاثة الصعيد يشهد نهضة لم يسبقها في مصر من قبل ذلك. طب يعني سيادة اللواء، خليني وحضرتك يعني مسؤول عن هذا الملف، اهم الصعوبات اللي ممكن، يعني امبارح كان حديث الرئيس ان احنا بنجتهد وان الدوله بتجتهد علشان يتم عمل مشروعات، وده حق اهالينا في الصعيد ان هم يبقى عندهم حياه او يتوفر لهم حياه كريمه بالمعنى المفهوم. المعوقات اللي ممكن تقابل حضراتكم من جانب المجتمع او اهالينا في الصعيد، يعني احنا هل هم متفاهمين لفكره التنميه؟ وطبعا هم محتاجينها، لكن هذا التغيير اللي هيحدث في حياتهم نتيجه لهذا الاصلاح وهذه التنميه، هم متقبلين ده؟ واعتقد ان يعني ممكن يكون عندهم شغف ان ده يحصل. طبعا يا فندم، طبعا متقبلين ومبهورين باللي بيحصل واللي الدوله واقفه جنبيهم. يعني عايز اقول لحضرتك ما هي التحديات اللي في الصعيد؟ ثلاث تحديات رئيسيه حضرتك. التحدي الاول عدم توفر فرص عمل لابنائنا في الصعيد. التحدي الثاني هجره ابنائنا واصحاب الحرف والمهن من محافظات الصعيد الى المحافظات واحيانا خارج الجمهوريه. صحيح. التحدي الثالث وده الاخطر، الفجوات التنمويه. ما كانش في مثلا على سبيل المثال في قطاع الصحه، كنا بنلاقي مستشفى في اسيوط في الجامعه ومستشفى ثانيه ممكن تبقى على بعد محافظتين ثلاثة. نرى المشهد دلوقتي ازاي في كل محافظة من مستشفيات ومن وحدات صحية، ده بالإضافة إلى القوافل الطبية. مجال التعليم، المدارس بجميع مستوياتها الفنية والمدارس التعليم الأساسي، الجامعات، احنا في كل محافظة دلوقتي في جامعة أهلية، ده بالإضافة إلى الجامعات الأساسية أسيوط والمنيا وسوهاج والوادي وجنوب الوادي، ده بالاضافه الى الانشاء الجامعات الاهليه. ابنائنا في الصعيد واهالينا لمسوا هذا التغير، لمسوا
ان في اهتمام من الدوله وفي والاخطر ان الناس في الصعيد في الفتره اللي فاتت زي ما قلت لحضرتك كان في هجره وكان في عدم توفر فرص عمل، دلوقتي اصبحت فرصه العمل جنبه محاور النيل، التنميه غرب النيل. هذه الاشياء ملموسه وهذه الاشياء اهالينا، يعني عايز اقول لحضرتك احنا لما بنيجي نخطط كمان مشروعات تنميه بننزل في المحافظات وبنقعد مع اهالينا وبنسمع مطالبهم ايه وبنسمع هم افكارهم وحرفهم وخططهم في خلال السنوات السبع سنوات السابقه دي والمستقبل، يعني لمسوا هذا التغير. نعم. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا وبالتوفيق يا فندم.